هي بصدقوني بالله لاسطوري اللي قبل هذه جاني واحد سكاتش دوك في راسي، والله غير دوك هكا جا في راسي وحبيت نهضر عليها. حباكم اللي كيف انا نكره نكلاشي ونكلاش وهادو كاع، نكره هاد الامور. انا نحب نخدم نضحك مع الناس ونخلي خدمتي هي اللي تهضر، ما نحبش قيل قال من هذيك كاع ما نحبهاش. بصح كان واحد ليزيميسيون يعني في الجزائر، ما نذكرش اسم الحصه ولا اسم القناه، ما يعجبهم والو خو والو، حاجه ما تعجبهم في العالم هذه، زعما يكريتيكي وكل زعما ها يما غير نقول لك يكريتيكي وتاع الاخبار تاع الاحوال الجويه لي جينيريك يكري، ميم تلفزيون طافي ما يعجبهمش، جاب با بزاف الظلمه ما يعجبكم والو. ايه قال سيت رانا في هوليوود، لي فيلم راهم لهنا ولي كروز اكتور كاع راهم هنا، خلونا شويه. ميم كي ما تعجبكش حتى كاين طرق، ماشي زعما ما عجبنيش لا ما عجبنيش نو ما عجبنيش. والله مدام مسلسل دار الفشوش عجبك ولا لا؟ لا لا ما عجبنيش، لانه كلمه الفشوش حنا في المنطقه اللي نسكن فيها كلمه شويه يعني عيب، انا لا ما عجبنيش. لا مسلسل الضمه عجبك ولا لا؟ مسلسل الضمه لا لا، لان كلمه يعني الضمه ما عجبنيش، لانه انا انسان ما نحبش الضمه، نحب الدومين، هذه حاجه الاولى. حاجه ثانيه شفنا اطفال صغار اللي يعني كانوا في المسلسل، ما انا انضمنا ما عجبنيش. لا لا, لا. مسلسل اخو البنات عجبك؟ لا اخو البنات لا ما عجبنيش، لانه فيه البنات ويعني كاينهم الذكور ما عجبنيش. لا يا سيدي البطحة، البطحة عجبك؟ لا 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 مسلسل البطحة، لأنه كان يقدر المخرج لا ما عجبنيش. صح اختيار الأول عجبك؟ لا لا اختيار لا لا ما عجبنيش، لأنه هناك بعض شفت بأنه في أغنية جينيريك ما عجبنيش. لا مسلسل 11-11 عجبك؟ 11-11 لا لا ما عجبنيش. انا مع في الاول كي قالوا لي 11-11 ثبت لي مباراه كره قدم، يعني 11 لاعب مع 11 لاعب، وما كي شفت من ناحيه السيناريو من ناحيه التصوير من ناحيه لا 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 ما عجبنيش. لا اسمعي امو راجلك راجلك يعجبك؟ لا, لا 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 زوجي هذه حياتي الخاصه، لكن تحبوا صراحه ما يعجبنيش، يعني ما يعجبنيش، نحب زوجي لكن كصديق كصديق لا. يا سيدي والديك ولادك تحبيهم؟ لا 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 ما نحبهمش، لا ما نحبش، لا 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 ما نحبش ما نحبش ما نحبش، نحب نكره ما نحبش. لا اسمعي شكونتي؟ على كل حال انا ممثله فوالا، ما عيطولناش في رمضان، ما عيطولناش في رمضان، ما عندناش باسكو حنا ما عندناش ما عندناش انستغرام ولا ما عندناش حسابات ولا ما عندناش، ما باش يعيطولنا ان شاء الله كيعيطولنا نقولوا نحبوا شويه.